هاي بريك تو، معاكم ميس إيمان سيد من قناة ميس إيمان. النهارده هنعمل ريفايف على الستوري بتاعتنا، ذا جينجر بريد، ذا جينجر بريد مان اللي هو رجل الجنزبيل. النهارده بس قبل ما ابدا النهارده اخد الستوري، احب اقول لكم ان انا ليا قناه على اليوتيوب، اتمنى تدخلوا تعملوا شير ولايك وسبسكرايب عشان اوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. تعالوا بقى ناخد نبدا بقى الستوري بتاعتنا النهارده. We have the ginger bread. The ginger bread اللي هو ايه؟ بريد تو اللي هو ايه؟ رجل الايه؟ رجل اللي احنا بنقول عليه ايه؟ رجل الجنزبيل، رجل الايه؟ الجنزبيل. The characters، الكاركترز اللي موجوده معايا هنا في الستوري ايه بقى؟ بصوا بقى معايا هنا. The ginger bread man، رجل الجنزبيل. Grain با الجب، جرين ما الجبة، the cat and the fox، fox اللي هو الكعب. في بعض الفوكاب هنا ظهرت قدامي يعني مش جديدة بس لازم تتعرف، زي كلمة اوفن فور، هاوس بيت، هانجري جوعان. تعالوا نكمل بقى معاكم. جامب اللي هو يقفز، ران يجري، جاردن حديقة، فاست سريع، كيتش كيتش يلحق، إيد يأكل، يامي اللي هي لذيذ، لاين يتسلق، ريفر نهر، وايت هادئ، اوبن يأكل. تعالوا نبدأ بقى مع بعض ناخد الستوري مع بعض كده نبدأ نفهمها. جراند با اند جراند ما sit in their house. الجد والجدة قاعدين في بيتهم. It's 11:30 اللي هي half past 11 اللي هي 11 ونص. They are hungry. الساعة 11 ونص وهم جعانين. Grandma makes a gingerbread man. الجدة بدأت تعمل اللي هو إيه؟ رجل الكعكة إيه؟ كعكة الجنزبيل. She opens the oven. فتحت الإيه؟ الفرن. The gingerbread man jumps out. رجل الجنزبيل نقفز من الإيه؟ من الفرن. The gingerbread man runs into the garden. جري الرجل بتاعك ده جري في الحديقه. تعالوا بقى نبص هنا، في عندنا هنا براكتس كده نحلو مع بعض. هنا اولا هنا عندي كلمه جرين ما الجبه، جرين با الجب، والجنجر مي والجنجر بريد مي. تعالوا نحلو مع بعض كده، جرين ما وير جرين ما، جرين ما يريد جرين ما، نمبر 1. جرين با يريد جرين با، نمبر 2. ذا جنجر بريد مان نمبر 3. تعالوا حلو معايا بقى نحل كده. Grandpa and grandma sit in their house. طبعا احنا شفنا في الستوري right. Grandpa and grandma are hungry. طبعا كانوا hungry. Grandpa خدوا بالكم make a gingerbread man. طبعا هعملها wrong. ليه؟ لان مين اللي عمل gingerbread؟ كانت الجراندما. بصوا حتى ايه معانا الستوري عشان نعرف نقول grandma makes a gingerbread man. الإجابة هتبقى رايت ولا رونج؟ طبعا بالتأكيد هتبقى رونج لأن هنا مش قايل لي جراند ما، قايل لي جراند باب، أنا هعملها هنا رونج. جراند ما أوبن ذا دور، لا مش الدور، ما كانتش أوبن ذا دور، أوبن ذا إيه؟ أوفن أهي، أوبن ذا إيه؟ أوفن اللي هو الفرن. يبقى الإجابة إيه هنا؟ الإجابة هنا أنسر هنا هتبقى رونج. The gingerbread man runs into the garden. الرجل الجنزبيل ده جري الجاردن، ايوه ده جينجر بريد مان runs into the garden. الكتابه هنا هتبقى ايه؟ هتبقى يعني. تعالوا بقى بصوا هنا معايا. جريند با اند جريند ما sit in their house. جريند با اند جريند ما are hungry. كانوا ايه؟ hungry. جريند ما opened the oven. وبعدين سمعت كلكم بتقولوا ورايا يا تريفر. The gingerbread man runs into there. The gingerbread doubt اللي هو الجنزبيل عمل ايه؟ runs into the eight doubt اللي هي the last one. اوكي تعالوا بقى نحل مع بعض نكمل الستوري مع بعض كده. Stop stop. Grandpa jumps up. الجد ايه نط يعني ايه قفز كده على طول. He runs into the garden. وجري فين؟ في الايه؟ في الحديقة. Run run as fast as you can.
You can't catch me. You can't catch me. I am the ginger baby. مش هتقدر اسرع واجري اجري، لكن مش هتلحقني عشان انا رجل الايه؟ الكعكة ايه؟ الجنجر. يومي can I eat you. You look good to eat. Look good to eat يعني ايه؟ تيست your taste good، يعني انت طعمك جميل، يعني هو عايز يعني يقول طعمك جميل. ده ليه؟ عشان الفقس عايز ياكل. يومي can I eat you. You look good at you look good to eat. Run, run as fast as you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man. اجري اجري ومش هتلحقني، انا الجينجربريد مان. هنا عندك كلمة run toby cake. Where is run here? Where is run؟ run يعني ايه؟ يجري. احنا قلنا run يعني ايه؟ يجري. احنا قلناهم عرفناهم في احنا بنقول ايه الستوري؟ garden. Where is garden؟ Where is garden؟ the cat. Where is the cat؟ حلو بقى نكمل مع بعض كده. grandpa jumps up. هنعمل هنا ايه؟ right. The answer is right. Grandpa runs into the school. لا مش runs into the school. Runs into the ايه؟ garden. طبعا انت لو تفتكروا معايا الستوري اهي. Runs into ايه؟ the garden. راح من ايه؟ الحديقة. يبقى هنا الإجابة هتبقى هنا ايه؟ wrong. طيب can I eat you? You look good to eat. هيبقى هنا ايه؟ right. I am the gingerbread man. You can catch me wrong. مش can you can catch me wrong. ليه؟ لأن هو ما قالش you can catch me. You can catch me. ما تقدرش إن أنت إيه can catch me. مش هتقدر إيه تصطادني أو تقدر تحصلني. Faith jumps up. مين اللي jumps up؟ Grandpa. You faith me. You can catch me. I'm the gingerbread man. You look good to eat. نكمل الستوري. يومي can I eat you? You look good to eat. Run, run as fast as you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man. Oh no, a river. The ginger man, the ginger bread man comes to the river. الرجل الكعكة في الجنجبير راح للإيه؟ للنهر. ذهب للنهر. I can help you to, I can help you climb on my nose. انا اساعدك ان انت تتسلق على الايه؟ على ايه؟ مناخير. يبقى جميل بيقول له بقى الفوكس، هو الفوكس want to ايه؟ to eat. مش هتبقى عارف ايه. يبقى عندنا eat river help. Where is eat? Here is eat. Number one. Number two اللي هي river. There is no river. Three is not. Okay. Three is number three اللي هي ايه؟ تعالوا بقى هنا مع بعض. You look bad to eat. الإجابة هنا wrong. ليه؟ أنا سببت لأن أنا ما قلتش هنا في الستوري ما كانش you look bad. Look إيه؟ good to eat. Look good قدامكم. Look good to eat. لأن هو عايز ياكله، يعني الفوكس عايز ياكل. فمعقول هيقول له إن أنت معقول الفوكس هيقول له you look bad wrong. Wrong. You can't catch me on the gingerbread man. مش هتقدر تستني انا الجينجر مان. حتى من غير ما انا اشوفها انا عرفتها على طول من خلال الايه؟ الاسطوره احنا حفظناها. You can't ايه؟ You can't catch me. You can't catch me on the gingerbread man. مش هتقدر تلحق بيا لان انا راجل الايه؟ راجل كعكه الايه؟ الجنزبيل. هنا the gingerbread man comes to heaven. الجينجربريد مان راح لحد النار. comes to the river. يبقى الإجابة هتبقى إيه؟ right. طبعا احنا بنتأكد من الستوري عشان لما نحل نحل صح. إجابة right. The fox can help the gingerbread man. الفوكس هيقدر يساعد الجينجربريد مان. لا ما بيجيش ما بيساعدوش. I can help you climb on my nose. هو عايز يساعد الجينجر مان. The fox can help the ginger man. هنا نكتب ايه رايك؟ لان هو كان قايل له هنا قايل له ايه؟ قايل له ايه؟ I can help you climb on my nose. اقدر ان انا اساعدك ان ايه؟ climb. بص يا ماما you look good. The gingerbread man comes to the river. The fox asked the gingerbread man to climb on the nose. اللي هو يتسلق ايه؟ طبعا هو عشان ايه؟ هنشوف بقى قصه في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الكلام ده ايه. The sun is hot.
الشمس يعني عادي. The river is quiet. The fox is hungry. الشمس عالية والنهر هادئ. والفوكس ايه والثعلب ايه جاء. The fox opened his mouth. الفوكس بقى الثعلب بدأ يفتح ايه؟ الثعلب بدأ يفتح ايه بقه. I have got you. انا حصلت عليك. Let's go home. امسكت بيك. هيا ننزل من هنا. Grandma, Grandpa, and the gingerbread man are كان فاهم. تعالوا بقى نبص هنا مع بعض. The sun is high, the river is quiet. الجنة هنا تبقى الأنسر هنا تبقى right. The fox is thirsty, wrong. لأن الفوكس كان إيه؟ الفوكس كان hungry أهو. مكتوب إيه؟ الفوكس هنا إيه؟ كان hungry أهو. نبص هنا مع بعض. The fox is إيه؟ hungry. جائع. Not thirsty. الجنة تبقى إيه؟ الأنسر هنا تبقى wrong. The fox opened his mouth. الأنسر هنا تبقى إيه؟ yes. Grandpa, sorry, grandma, grandpa, and the gingerbread man are safe. لأن الأنسر هتبقى wrong لأن المفروض هو هيكتب safe يعني المفروض تبقى happy. The space is hard. The sun, شاطرين. The river is, احنا لسه قايلين quiet. هادي. The space is hungry. مين اللي كان hungry؟ The fox لسه قايلها دلوقتي في الشوز. The fox opened his mouth. فتح بقه. Grandma has got there. Grandma جابت ايه؟ جينجر بدني. Today I will stop here. Thanks a lot. Until you meet again. Goodbye.